تقام اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 البطولات التالية: الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري المغربي، الدوري العراقي الممتاز، كأس فرنسا. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. أولا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 36 وهي كالتالي: تشيلسي ضد أرسنال، تقام في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر و10:15 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت وان اتش دي بريميوم بتعليق علي محمد علي، وتذاع أيضا عبر قناة إدمان أذربيجان المفتوحة. ثانيا مباريات الدوري الأسباني، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 36 وهي كالتالي: المباراة الأولى شبيلية وفالنسيا، تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 بتعليق خليل البلوشي، وتذاع أيضا عبر قناة سي بي سي سبورت اتش دي المفتوحة. المباراة الثانية هويسكا وأتلتيك بلباو، تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و9 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 4 بتعليق احمد عبدو. المباراة الثالثة سيلتا فيجو وختافي، تقام بنفس التوقيت 8 مساء بتوقيت مصر و9 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 اتش دي بريميوم بتعليق عادل خلو. المباراة الرابعة اتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر و11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 بتعليق رؤوف خليف، وتذاع ايضا عبر قناة سي بي سي سبورت اتش دي المفتوحة وقناة ادمان اذربيجان المفتوحة وقناة تركمانستان سبورت اتش دي المفتوحة. ثالثا مباريات الدوري الايطالي، حيث تقام اليوم 8 مباريات بالجولة 36 وهي كالتالي: المباراة الاولى كالياري وفيورنتينا، تقام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر و7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3. المباراة الثانية انتر ميلان وروما، تقام في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق صور الذهب. المباراة الثالثة تورينو وميلان، تقام بنفس التوقيت 9:15 مساء بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت 3 اتش دي بريميوم بتعليق حفيظ دراجي. المباراة الرابعة اتلانتا وبنفنتو، تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 2 بتعليق حسن العيدروس. المباراة الخامسة ساسولو ويوفنتوس، تقام بنفس التوقيت 9:15 مساء بتوقيت مصر و10:15 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 7 بتعليق عصام الشوالي. المباراة السادسة سامبادوريا وسيبيزيا، تقام بنفس التوقيت 9:15 بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 انجلش بتعليق مدار ليوسف. المباراة السابعة لاتسيو وبرما، تقام بنفس التوقيت 9:15 مساء بتوقيت مصر و10:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 1 بتعليق محمد بركات. المباراة الثامنة بولونيا وجنوا، تقام بنفس التوقيت 9:15 مساء بتوقيت مصر و10:15 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 انجلش بتعليق نوفا الباشي. مباريات الدوري الألماني، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 31 وهي كالتالي: شالكا وهيرتا برلين، تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة سكاي سبورت بوندسليغا 4 اتش دي. مباريات الدوري المغربي، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 16 وهي كالتالي: المباراة الأولى الجيش الملكي والمغرب الفاسي، تقام في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة المغربية اتش دي. المباراة الثانية الرجاء الرياضي والفتح الرباطي، تقام بنفس التوقيت 12 منتصف الليل بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. المباراة الثالثة نهضة بركان ونهضة الزمامرة، تقام بنفس التوقيت 12 منتصف الليل بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة تمازغت اتش دي بتعليق ذكريات أحرضان. المباراة الرابعة شباب المحمدية والمغرب التطواني، تقام بنفس التوقيت 12 منتصف الليل بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة أفلام تي في. مباريات الدوري العراقي الممتاز، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 30 وهي كالتالي:
المباراة الأولى النفط والكرخ تقام في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت العراق والسعودية وتذاع عبر قناة شباب الرياضية HD. المباراة الثانية الشرطة وأربيل تقام في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت مصر والسادسة إلى ربع بتوقيت العراق والسعودية وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية HD. المباراة الثالثة نفط الوسط والكهرباء تقام في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت العراق والسعودية وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية HD. المباراة الرابعة القوة الجوية والنجف تقام بنفس التوقيت 9:00 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية HD. مباريات كأس فرنسا حيث تقام اليوم مباراة واحدة بدور نصف النهائي وهي كالتالي مونبلييه وباريس سان جيرمان تقام في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والعشرة مساء بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة بين سبورت HD2 بتعليق جواد بدة. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.